طبعا اليوم فريق دريم اكس راح يقدم عرض او سكتش مسرحي بعنوان خيال الظل. هذا النوع من الاعمال اول مره نشتغله، وراح تكون تجربه جديده. هي تحكي عن تاريخ العراق بصوره عامه من سنه 1918 الى يومنا هذا، ونتمنى ان تنال رضا الجمهور الواسطي. وشكرا للحضور. ضمنتم بهذه العرض المسرحي أحداث التي مر بها العراق أو الحروب التي مر بها؟ والله الصراحة إحنا بهاي المسألة إحنا ردنا نشتغل على تاريخ العراق. لما أجينا وبحثنا فما لقينا شيء بالعراق غير الحروب والدمار، فهي هاي الأحداث اللي صارت قدامنا من سنة 1918. إحنا مستمرين بالصراع بالحروب إلى لا. يا ترى النص المسرحي يتضمن يعني احداث العراق، الحرب العالميه، الحرب مع ايران، ثوره تشرين، الاحتلال الامريكي. نعم. هل كان هذا من ضمن المحتوى المسرحي؟ نعم نعم. اول راح تبتدئ الاحداث من سنه 1918، حصار الكويت، دخول الغزو البريطاني مثل ما المعروفه بالمعركة كوت عمارة، مشهورة بهذا الاسم. بعدين انتصارت الانتقالة وراها إلى 1920 اللي هي ثورة العشرين، وبعدها انتقلنا انتقالة نوعية لأن أكو أحداث. فإحنا لضيق الوقت اختارينا أو تواريخ مهمة حدثت في العراق، اختارينا سنة 80 إلى سنة 88 الحرب العراقية الإيرانية، سنة 90، سنة 91 الانتفاضة، انتقلنا ل 2003، 2007 الطائفية، 2000 اللي انتهت الطائفية كان إلى فضل جدا كبير المنتخب العراقي بانتصاره بكأس آسيا. قضى من هذه الفترة المريرة المر بها العراق. بعدها صار انتقاله إلى ما بعد 2007، حدثت انفجارات عديدة في بغداد والكل يعلم بهذا الأمر. بعدها انتقاله الى المعركه الشرسه
معركة داعش، وبعدها انتقال إلى تشرين، إلى مظاهرات تشرين، ختاما بوقتنا هذا اللي هي هذا وقتنا لحد هذا. Thank you.
الفنانين فرع واسط تشارك في مهرجان واسط عاصمة للثقافة والشباب من خلال تقديم عمل مسرحي يتضمن خيال الظل، وإن شاء الله يلاقي استحسان الجمهور الحاضر إن شاء الله. The next morning عرض خيال الظل اليوم يقدم هذا العرض المسرحي الذي يعتبر تجربة أولية في مسرح التقنيات الرقمي مسرح خيال الظل. طبعا فريق دريم اكس السينما والمسرح قدم عروض عديدة من عامين ونصف، على أن هذا العرض مختلف جذريا، يتناول الأحداث منذ عام 1915 إلى يومنا هذا بطريقة فنية سلسة وجميلة ورائعة ومختلفة بكادر يتجاوز 20 شخصا برعاية نقابة الفنانين فرع واسط الذي يرعى هذا العمل وعديد من العروض المسرحية التي تناولتها كمخرج ومعي كادر الممثلين. اليوم وقت يعني كفريق طالبون بالاهتمام بالمسارح في هذه المحافظة، محافظة غنية في النشاط، كوننا كمسرحيين وأيضا أضم صوتي لصوت المسرحيين الآخرين، محافظة واسط تفتقر إلى وجود قاعة للمسرح. هذه القاعة كانت مسرح لأن الحكومة المحلية في واسط أعادت تأهيلها وأصبحت قاعة مؤتمرات فقط. نطالب بإعادة هذه القاعة كقاعة مسرح وإضافة تقنيات لكي نعيد الحياة فيها بعدة عروض مسرحية أخرى.
طبعا احنا فريق دريم اكس محافظة واسط، الفريق دائما اللي يشتغل بالمحافظة، الفريق اللي دائما عطاء للمحافظة بالمهرجانات بالمحافل، المهرجانات اللي صار خارج المحافظة. طبعا اكثر الاعمال اللي احنا قدمناها كانت تحاكي واقع العراق، ومنها اعمال تراجيدية، منها اعمال اكاديمية. طبعا احنا اليوم نفتقد للداعم، نفتقد للشخص اللي يدعمنا ويقول عندنا هي الشباب المحافظة دا تشتغل ودا تقدم هي شي أعمال تخص المحافظة وجاي ترفع اسم المحافظة. يعني احنا دائما نشارك بمهرجانات، جبنا جوائز دولية، جبنا جوائز محلية وقطرية على مستوى العراق. احنا كشباب دا نشتغل العمل، تقريبا العمل هو يكلفنا كذا مبلغ او ما حد يجي يقول هاك. اليوم اجور يعني الذهاب للمسرح او التدريب، نعم. الاماكن اللي تتوفر لكم هل هي مناسبه للمسرح او لا؟ طبعا اكو اماكن موفره ومناسبه للعرض، واكو اماكن تضطر تتعرض بها، لان ما احنا نفتقد المسرح بواسط، نفتقد بيت ثقافي كبقيه المحافظات، ونفتقد الى ايضا كذلك احنا كشباب نتمنى انه اي شخص يسمعنا انه يقومون ببناء مسرح او دار ثقافه او شيء من هذا حتى يكون متسع للشباب. طبعا يعني احنا اليوم نجي نشتغل وما كحد يسمعنا، احنا دائما تتعرف يعني نشتغل ونقدم هذا العمل بلاش، ماكو احد داعم، ماكو اجور للممثل، اكو ممثل جاي يتعب، اكو ممثل داي يتعب، ممثلين بيوتهم بعيده، يعني بيته بعيده، هو جاي يجي يدك 6 شهر مثلا كعمل اكاديمي، او اذا عمل سكتش او لوحه فنيه هذا تاخذ لها شهر اسبوعين اسبوع. اختصارا اليوم انتم مطالبون بالدعم الحكومي او من الجهات المعنيه، نعم، للاهتمام بهذا الفريق، نعم، حتى يقدمون حتى اي نعم على مده. احنا من نشوف دعم ومن نشوف اكو ناس جاي يقدر هذا التعب راح العطاء يكثر.
Thank you.